هي ذاتها الأمطار السخية التي اعتاد عليها البشر والحجر هنا في مثل هذا الوقت من العام. يعود موسمها مرة أخرى دون أن يعود إلى الزبدان ضجيج السياح ولا ازدحام المتسابقين إلى مائها العذب وهوائها البارد النقي، ولا نظرات الساكنين ترقب الوجوه الجديدة من النوافذ وأمام عتبات المنازل. لم يبق في المدينة إلا بضع عشرات من البيوت المأهولة، وعدد من الناشطين يحاولون تأمين مقومات الحياة لمن آثر البقاء على النزوح، ومستشفى ميداني لإصلاح ما يفسده قصف يومي مستمر على المدينة منذ أكثر من 5 أشهر. الناس اللي بقيت في البلد هون هي ناس إرادتها عالية جدا جدا، عم تقاوم النظام بشتى الوسائل، بسلاح وبغيره، أو قسم فقير مش قادر يتحرك، مغلوب على أمره، عم يموت من الجوع هون. لا يرفرف في سوريا علم المؤامرة الخارجية كما يسميه النظام دون أن تتبعه ضريبة كهذه. قد يقتصر الأمر على الدمار حينا، وقد يتعداه إلى مشهد كهذا أحيانا أخرى. قذيفة دبابة عرفت طريقها نحو منزل مأهول فأصابت لهذا الشيخ ابنا وحفيدا، وتركت في عينيه ما هو أبلغ من جروح الرصاص والقذائف. قتلونا أولادنا، وهلا وين بدنا نروح؟ لنا بيوت ما عندنا، مازوت ما عندنا، مشان ضيم كل يوم بالبيت. اولادي ما بشفتهم من سنه، ما شفتهم. الله يسامحك، الله يسامحك يا بشار الاسد، بس هيك كله. يضيف موسم الامطار والثلوج الى معاناه الاهالي في الزبدان بعدا اخر يعززه قطع الامداد عن محطات الوقود. قد لا تعجز المحتاج وسيله يكون معها الخشب اخر امل في الدفء، ويبقى أمل الأهالي في أن ينقضي الشتاء قبل أن ينفد ما يلتقطونه من الأخشاب من شوارع المدينة.